السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الرابعية، مرحبا بكم. مرحبا بكم في الدرس السابع من دروس الوحدة الثالثة في مادة اللغة العربية للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. أكتشف وأتعرف. حرف التاء. أولا، أرفع يدي إذا سمعت الصوت ت. تين. تين. رمان. رمان. توت. توت. ثانيا، أقرأ وأتعرف أشكال حرف التاء. الحرف في أول الكلمة. تنورة. تنورة. تبن. تبن. الحرف في وسط الكلمة. فستان. فستان. دفاتر. دفاتر. الحرف في آخر الكلمة. بنت. بنت. توت. توت. فاطمة. فاطمة. فتاة. فتاة. ثالثا، أقرأ الكلمات وأجزئها إلى مقاطع. فستان. فستان. تعطينا فس ت نون. فاطمة. فاطمة. تعطينا فاطمة. لافتة. لافتة. تعطينا لافتة. أستثمر. رابعا، أقرأ المقاطع. ت تو تي تي تو تا تين تون تن. خامسا، أضع علامة إكس تحت الكلمات التي تنتهي بنفس المقطع في كل سطر كما في المثال. ستار. ستار. دفتر. دفتر. فستان. فستان. تمور. تمور. في المثال لدينا الكلمات ستار ودفتر وتمور تنتهي بنفس المقطع هو رن. تلميذات. تلميذات. معلمات. معلمات. تبن. تبن. توت. توت. في السطر الثاني لدينا الكلمات تلميذات
معلمات وتوت تنتهي بنفس المقطع تن ترتب ذبابة سلة نافذة في السطر الثالث لدينا الكلمات ذبابة سلة ونافذة تنتهي بنفس المقطع تن. سادسا أقرأ الجمل ثم أضع علامة إكس أمام الجمل المناسبة للصورة. التلميذات في المدرسة. التلميذات في المدرسة جملة صحيحة. المعلمة أمام التلميذات. المعلمة أمام التلميذات، إنها ليست أمامه. تسلم المديرة على المعلمة. تسلم المديرة على المعلمة، هذا ليس صحيحا. العصفورة في النافذة. العصفورة في النافذة، هذه جملة صحيحة أيضا. أكتشف وأتعرف حرف الظاء. أولا أرفع يدي إذا سمعت الصوت ظ. نظارات نظارات شمس شمس ظلة ظلة. ثانيا أقرأ وأتعرف أشكال حرف الظاء. الحرف في أول الكلمة ظرف ظرف ظفر ظفر. الحرف في وسط الكلمة منظار منظار مناظر مناظر. الحرف في آخر الكلمة محافظ محافظ حفاظ حفاظ. ثالثا أركب كلمات من المقاطع وأقرأها. ظ لا من تعطينا ظلام ظلام. ن ظ ر تعطينا نظر نظر. عظ م تن تعطينا عظمة عظمة. مح ف ظ تن تعطينا محفظة محفظة. أستثمر. رابعا أقرأ المقاطع
ضي ضو ضا ضي ضا ضو ظن ظن ظن. خامسا أقرأ ثم أضع علامة إكس في خانات الكلمات التي لا تتضمن حرف الظاء. منظر منظر تتضمن حرف الظاء. عظام عظام تتضمن حرف الظاء. صفر صفر لا تتضمن حرف الظاء. ظل ظل تتضمن حرف الظاء. ظريف ظريف تتضمن حرف الظاء. لافتات لافتات لا تتضمن حرف الظاء. نظارة نظارة تتضمن حرف الظاء. نظيف نظيف تتضمن حرف الظاء. منظار منظار تتضمن حرف الظاء. نافذة نافذة لا تتضمن حرف الظاء. سادسا أقرأ الجمل ثم أضع علامة إكس أمام الجمل المناسبة للصورة. بيد محفوظ ظلة بيد محفوظ ظلة. نعم هذا صحيح. لمحفوظ نظارة لمحفوظ نظارة هذا صحيح أيضا. تسلم حفيظة على محفوظ تسلم حفيظة على محفوظ هذا صحيح أيضا. لحفيظة نظارة ومنظار لحفيظة نظارة ومنظار هذا ليس صحيحا. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.